خليك ليلي يا بسالي ونطير معك الى هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا بسالي ونطير معك الى هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا وبلاك فانا اشتاني في الرسالة كيف تقلب لحنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أم ريم بيوتي كيف ديري لاباس عليكم أموركم مزيانة غبرت عليكم شوية توحشتوني ولا لا على العموم راكم عارفين غير مع العطلة والوليدات والصهد الله يصوب الوقت وصافي على العموم تنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن ظروف وأحسن الأحوال إن شاء الله وكي غادين مع السخونة كي غادين مع الصيف كي غادين كاين شي خروج كاين شي دوران كاين شي بيكنيك اي والله يسر الامور وصافي بمناسبه هذا الصيف هذه وهذه الحراره هذه انا جبت لكم هذه الوصفه هذه اللي بارده مبرده باش تحضروها لوليداتكم كاين اللي تيستعملها يعني كاين اللي تيديرها في الكوتي كاين اللي تيستعملها كديسير كاين اللي تيستعملها كتحليه اللي هي عباره عن الفلو بالفغوي على العموم كيف ما تشاهدوا معايا في الوصفه فانا رانا بايده خدامه شديت لي فغوي غسلتهم نشفتهم اللي تقشر قشرتها وقطعتهم على هذا الشكل هذا مكعبات صغار كيف ما تشوفوا غادي قطعت عندي جوج كيويات وعندي الفغاز وعندي كيوي وعندي بوعويدة وعندي عاود تاني تفاح ما عرفتش واش قلتوا ولا لا خديت تفاحة والبنان وانتوما ممكن تستعملوا داكشي اللي عندكم متوفر في الدار ماشي مشكل كل اللي تيدير داكشي اللي كاين كاين اللي تيدير معها حتى الفواكه الجافه كاين اللي تيدير معها حتى المكسرات يعني القرقاع اللوز كل داكشي اللي كاين هي على العموم هذه واحد الوصفه اللي هي غنيه على العموم لا درتي فيها مكسرات ولا اكتفيتي بلي فغوي ولا حتى الفواكه المجففه فهادشي كيف ما تنعرفوا حنايا كله غني بالفيتامينات كيف ما تشوفوا البنان حتى هو شديت جوج بنانات جوج حبات ديال البنان قطعتهم من بعد ما قشرتهم من طبيعه الحال قطعتهم طريفات صغار صافي وغادي نقطع هاد الاليف غوي اللي عندي كلهم وغادي نجمعهم في واحد الطبسيل راه غادي تلاحظوا معايا في الفيديو المراحل كلهم مرحله بمرحله خديت واحد الاناء ها هو الطبسيل اللي درت فيه الاليف غوي من بعد خديت واحد الاناء باش غادي نخلط فيه الفلو ديالنا الفلو خديته بمذاق الكراميل وانتوما وداكشي اللي متوفر عندكم اولا نتوما والاذواق ديالكم ممكنين بزاف ديال الاذواق ديال الفلو حنا عارفين يعني انهم كاينين بزاف ديال الاذواق ديال النكهات في الفلو كيف ما تتشوفوا انا هنايا راه عبرت الحليب لحقاش عندي نص سيترو ديال الحليب في ساشيه ديال الفلو بغيتو ديروا ايطرو غديروا جوج شاشيات اصلا هادوك الكونفيكسيوني ديال الفلو تيكونوا فيها جوج ساشيات صافي من بعد ما خلطتهم بحال هكا حركتهم مزيان دابا غنديرهم على نار مهيله واحد شويه مده واحد الخمسة ديال الدقائق بيومين وغادي نطفي عليهم بالنسبه لهاد الفلو هذا راه جا زوكيراتو يعني ديجا فيه سكر ما زدت فيه لا سكر لا والو غير خلطته مع الحليب درتو شويه فوق العافيه صافي وغادي نخدم به من بعد خديت المول ديالي درت فيه لي فغوي كيف ما تشوفوا على هاد الشكل هذا ودابا غادي نزيد عليهم الفلو كيف ما قلت لكم هذه الوصفه هذه الصراحه غزاله بالنسبه للوليدات تتعجبهم علاش لحقاش فيها الفلو تيعجبهم وفيها حتى اللي فغويته هما زوينين يعني حاجه اللي محبوبه عند الاطفال حتى هي صافي كيف ما تشوفوا هنايا من بعد ما فرغت الفلو اللي عندي في المول اللي درت فيه ديجا الفواكه اللي قطعتها طريفات
صافي دابا غادي يتقاد ليه السطح ديالو، الا ما كانش مقاد نحاول نقادو انا بشي معلقه ولا شي حاجه، وغادي نحتفظ به في الثلاجه حتى تيبرد، ومن بعد غادي نجبدو على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا الفورمه ديالو بحال هكا. دابا غادي نزينو باللوز ايفيلي اللي انا حمرته واحد شويه في الفران. بالنسبه للزين كيف ما تنقول لكم ديما قضيو بالموجود، داكشي اللي حاضر قضي به، ما عندك حتى حاجه خليه حتى بحال هكاك راه مزيان. بغيتي تزينيه بلي فغوي، بغيتي تزينيه مثلا بقطع ديال الفريز من الفوق، يعني ماشي مشكل. تقدروا تاخذوا حتى دوك النويويرات ديال الفغيز دوك الخضرين وديروهم من الفوق، يعني تقطعي الفغيز الحبه ديال الفغيز من الفوق، تتقطعي غير داك الباتس والفوقاني تتزيني به من الفوق، حتى هو تيجي عاطي منظر زوين. يعني ممكن انك تزيني بداكشي اللي عندك، اختاري انتي والموهبه اللي عطاك الله. على العموم كيف ما تتشوفوا انا هنا زينته باللوز ايفيلي، هذا هو الشكل النهائي ديالو، تيجي على هذا الشكل هذا. وصافي، وتنتمنى ان هذه الفكره هذه تنال اعجابكم وانكم تبردوا بها في هذا الصيف هذا. غادي نقطع واحد طريف منها باش تشوفوه كيفاش دايره حتى من الداخل، وكيفاش يعني ديك مدى التجانس ديالها مع بعضياتها، كاين يعني ماشي ولو انها تتقطع ماشي تتفرتات ولا شي حاجه، تتبقى مجموعه كيف ما تشوفوا. ها هو الشكل، انا قطعت منه طريف وقدمته على هذا الشكل هذا، يعني تجي قابطه في راسها وتجي بوانه في نفس الوقت. ودابا غادي نحضر معاكم وحدين اخرين تقريبا نفس الفكره، مختلفه غير واحد شويه ولكن فرديين، يعني ماشي وحده هكا مجموعه اللي نقدروا نقدموها حتى بحال هكا مجموعه، هادو فرديين كيف ما تشوفوا على هذا الشكل. هادو خديت هاد لي مول صغار او زليفات او لا كل واشنو عنده، قطعت الفغاز على الطول ديالو شرائح، وزينت ولصقتهم في هاد الزليفات هادو من الداخل. وبالنسبه هنا للفلو ما دايراش فيه قطع ديال اللي فغوي، مخليه بوغ يعني غير الحليب والفلو بوحدو، وضفتو في هاد ضفتو هنايا على هاد الفغيز هذا اللي انا ديجا ركبتهم شويه في الجناب ديال هاد الزليفات. صافي، وخشيتهم في المجمد، حتى ماشي في المجمد، في الثلاجه العادي لتحت، خشيتهم في الثلاجه حتى تبردوا وتجانسوا مع بعضياتهم، وزينتهم من الفوق بداكشي اللي كاين كيف ما تنقول لكم ديما. انا هنا درت المانجو ودرت الفريز، ومن بعد درت واحد شويه واحد الوريقه ولا جوجات ديال النعناع باش نزين من الفوق. وانتم كيف ما تنقول لكم ممكن تزينوا بداكشي اللي متوفر عندكم، ممكن حتى لما كانش المانجو ديروا الخوخ، حتى الخوخ داك اللي تيكون مرقد حتى هو تيجي زوين، فتهو تيجي زوين في المذاق وتيجي زوين حتى في الشكل ديالو. اولا الخوخ فريسكو يعني اللي تناخذه، ممكن انكم تقشروه تقطعوه طريفات وتزينوا به، حتى هو تيجي حتى هو المذاق ديالو تيتوالم مع الفغيز صراحه الله. على العموم هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم، وتنتمنى ان الفكره تكون وصلت والفيديو يكون اوتيلي بير فوي. وصافي، وبهذا غادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال الفيديو، ومرحبا بكم عاوتاني في قناه ام ريم بيوتي.